اهلا وسهلا. معادله من معادلات الحياه E plus R equals O. E من environment بمعنى المحيط الخارجي, R reaction رد فعلك لهذا المحيط الخارجي, و O outcome يعني النتيجة. صاحب هذه المعادلة يقول أنه النتيجة في حياتك معتمدة 10% فقط على المحيط الخارجي و 90% على رد فعلك لهذا المحيط. فمثلا خالد زوجته سوت له الغداء وكان الملح في الأكل زايد فعصب وضربها ونكد على البيت, بينما محمد برضو زوجته سوت له أكل ملح زايد فقال لها حصل خير والمرة جاية إن شاء الله تسوي أحسن وعد الموضوع بأمان. المحيط الخارجي نفسه, زوجة أكل ملح زايد, رد الفعل مختلف, النتيجة مختلفة. خالد سايق السيارة سقط عليه واحد عصب قاعد يسب ويشتم وارتفع ضغطه. محمد برضو سايق السيارة وسقط عليه سيارة فقال الله يسامحك وانتهى الموضوع. الأمثلة مرة كثير لهذه المعادلة, وإذا فهمناها ممكن الواحد يبدأ يتحمل مسؤولية النتائج اللي تحصل في حياته بدال اللوم المستمر. تروى أنه في توأم أبوهم كان داخل في المخدرات وفي العنف الأسري وكانت حياتهم جدا صعبة. بعد 20 سنة شافوا حياة التوأم, لقيوا واحد دخل في المخدرات زي أبوه ودخل السجن, وواحد تاني نجاح كبير في حياته. قالوا الأول ليش صار فيك كده؟ قال لأنه أبويا كان كده فأنا صرت كده. سألوا الثاني ليش نجحت؟ فقال لهم نفس الجواب, لأنه أبويا كان كده أنا نجحت. فاستغربوا من إجابة الثاني, كيف يعني علشان أبوك كان داخل في المخدرات أنت نجحت في حياتك؟ قال لأني شفت نتيجة المخدرات قررت أنه مستحيل تكون حياتي زي حياة أبويا. فحياة الأب كانت دافع للثاني أنه ينجح وكانت عذر للأول أنه يفشل. المحيط الخارجي هو نفسه للتوأمين, أب داخل في المخدرات, النتيجة مختلفة والسبب رد فعل كل منهما. القاعدة هذه نشوفها في القرآن أيضا في وصف عباد الرحمن, وإذا خاطبهم الجاهلون, هذا محيط خارجي, قالوا سلامة, هذا رد الفعل. فرد فعلهم على المحيط الخارجي هذا جعلهم من عباد الرحمن.